يقول السائل: أحيانا المريض يكون بوعيه ولكن نعلم أنه لا يحب أن يزوره أحد من شدة مرضه ووضعه ولا يعلم بذلك، ماذا نفعل إذا لم نزره؟ قد نكون مقصرين. لا، إذا كان هو لا يحب أن يزوره أحد لا يزوره، لأن هذا يزعجه. نحن نريد المريض مات، نريد أن نسعده بهذه الزيارة. فإذا كان ينزعج من زيارة أو قال لا أحد يزورني فله وضع آخر، لعله يزوره الخواص. لأن بعض الناس ما يحب أن يراه الناس ضعيفا، يرى أن هذه كأنها كسرة له، وبالتالي يعني الذي يفعله بعض الجهلة، أبوه يكون مريضا مثلا في العناية أو مو في العناية تعبان، يصوره وينشرها. طيب أبوك ما يرضى بهذا، الناس تشوفه ضعيفا بهذه الطريقة. فالقصد أن إذا كان المريض لا يحب ذلك لا بأس.